عسكري ينضم إلينا من بغداد. أهلا بك سيد جاسم. نسأل بداية عن طبيعة المهمة المكلة لهذه الطائرات التركية التي تحلق في تلك المنطقة تحديدا فوق منطقة تل عفر. شكرا جزيلا. طبعا تركيا قد أعلنت منذ فترة بأنها سوف تتدخل في حالة وصول قطعات الحشد الشعبي إلى قضاة الأحفر، وهي كانت جادة بهذه التصريحات لعدة أسباب. هنالك أكثر من 8000 مقاتل تم رفضهم من قبل الحكومة العراقية التي دربتهم ومولتهم وكذلك سلحتهم تركيا وأرادت أن تشركهم بهذه العمليات. ناهيك عن وجود بعض الارتباطات الكبيرة مع عناصر التنظيم في ذلك المكان الذي أدعى في بيان له في إحدى وسائل الإعلام التي كانت تتبنى عمليات داعش وهي أعماق بأن العشائر في داخل قضاة الأعفر هي توالي عناصر التنظيم وقيادات التنظيم وهي تحمي زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في ذلك المكان. وأيضا تركيا قالت سوف أتدخل في هذا الأمر على لسان وزير الخارجية التركي، وهذا الأمر قد يعطينا يعني رسمية هذا الكلام أو شرعية هذا الكلام بالنسبة إلى تدخلهم. وهذا التحليق للطائرات أنا باعتقادي تصعيد إلى الموقف التركي الذي لم يتوانى أو يتورع في التدخل في الأراضي العراقية وتحديدا بعد المناشدات والمطالبات الكثيرة والأخيرة التي هي من الجانب العراقي بانسحابه من الأراضي العراقية. لكن أنا باعتقادي القضية أخذت بعدا آخر، لأن تل عفر تعد منطقة استراتيجية بعد أن اتهمت تركيا كثيرا بأنها كانت تمول وتدرب وتدخل المقاتلين عن طريق منافذها وهي غاز عنتاب والطبقة وأيضا المعسكرات الموجودة في الأناضول التي كانت تدرب المقاتلين، لكن أرادت أن تلقي بهذه التهمة على الجانب الغربي من العراق وهو سوريا بأنها هي من تدخل المقاتلين، وأرادت أن تحمي الخطوط التي مسكتها قطعات الحشد الشعبي مثل خط المحلبية الموصل، خط عداية الحضر والجميع من هذه الخطوط أو هذه الطرقات التي دخلت منها عناصر التنظيم في حزيران 2014 وكانت تعد الشرايين الرئيسة لإدامة زخم المعركة وإدامة المقاتلين أو عناصر التنظيم بالسيارات الملغمة والانتحاريين وكذلك كل مستلزمات المعركة. أنا باعتقاد اليوم داعش في هذا الظروف هو داعش المحاصر، داعش مقطوع التمويل، العاجز عن صد الهجوم الذي جاءه من الغرب من القطاعات، وخير دليل الهدف الاستراتيجي الكبير جدا وهو مطار تل عفر العسكري الذي كان يعد نقطة تحول في كل المعارك التي شاهدناها في ذلك القاطع. لكن قبل الدخول في الحديث عن وضع داعش في تلك المنطقة بعد هزيمته في مطار تل عفر، والقوات الحشد الشعبي أصبحت على تخوم المدينة وهي تقف تقريبا على بعد كيلومتر واحد من جنوب الموصل. في الجانب العراقي يعني حينما سيرت هذه الطائرات التركية في سماء العراق تحديدا فوق تل عفر ومطار تل عفر، كان هناك موقف عراقي بالتصدي لهذه الطائرات. نقرأ في طبيعة هذا الموقف العراقي وأبعاده أيضا. نعم سيدتي، الموقف العراقي موقف رافض إلى التدخل التركي وإلى المشاركة التركية لأنه حليف مشكوك بأمره، لأن التركيا اليوم هي متهمة ليست فقط من العراق بل من الجانب السوري ومن أوروبا وتحديدا من فرنسا وأيضا من الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول التي وصلت إليها بأنها كانت هي المنطلق لهذه التنظيمات الإجرامية، وهي اليوم تتدخل لأن داعش لم تحقق الغايات التي جاءت من خلالها. داعش عندما وصلت إلى المنطقة جاءت بأهداف ضرب مفهوم الدولة وتقسيم المنطقة على أساس مذهبي وطائفي وإثني وعرقي وكذلك إعادة التوازنات على المستوى الاقتصادي والسياسي والأمني. هذه الغايات قد تنطبق مع الحلم الأردوغاني بأن يسيطر على المنطقة وعلى ثرواتها وكذلك على الأهالي في تلك المناطق ويقطع أجزاء كبيرة من الجغرافيا حتى يضمها إلى تركيا. اليوم عندما فشلت داعش أنا باعتقادي هذه نصرة حقيقية إلى عناصر التنظيم لأنهم اندحروا في كل المحاور وكان الجانب الغربي هو المعول عليه كثيرا بإلحاق بعض المقاتلين إليه. أنا باعتقاد تركيا يعني تقوم بدور سلبي جدا تجاه العراق، لم تحترم سيادة العراق، لم تحترم مطالبات العراق بالخروج بشكل سلمي. لكن باعتقادي أنا أتوقع سوف تكون هناك مواجهة عسكرية ما بين الجانب العراقي والجانب التركي، والجميع يعلم أن القدرات العراقية العسكرية بدأت تتعاظم وتتنامى وتتكامل من حيث كل الإمكانات المعركة، وتركيا هنا في موقف ضعيف على المستوى الدبلوماسي والسياسي والعالمي وكذلك الاتهام المباشر لها بكل الجرائم التي حصلت من وراء داعش وإعلانها لدولتها المزعومة. اليوم هذا الأمر مرفوض جدا، واليوم أصدر من الحكومة العراقية رفض تام بالتحليق الطائرات لكنها تتعكس على أنها جزء من التحالف الدولي، لكن الجانب الأمريكي أيضا
يعني أضاف هذه القضية بأنه لا تمثل تركيا التحالف الدولي بمثل هذه التصرفات وتبنيها لمواقف سياسية وكذلك لوجودها على الأرض العراقية. وما أزاد الأمر سوءا اليوم تحليق الطائرات، وأنا باعتقادي هي جادة اليوم بتطبيق الخطة باء التي أعلن عنها يعني وزير الخارجية التركي. نعم. طيب سيد جاسم ابقى معنا لو سمحت، نحن مضطرون الذهاب مجددا إلى الميدان. الزميل عبد الله بدران. عبد الله، يبدو أن هناك يعني في الدقائق